على بركته. السيد رئيس نادي حسين المقرد لعب القوى، السيد ممثل عصبة طبيبة سيرز المزعير، السيد ممثل السلطة المحلية، السادة أعضاء المكتب المسير لنادي، السادة والسيدات الحضور الكريم، تتويجا للموسم الفارط ومواكبة للحاق واستثمار للمواهب الصاعدة يسعدنا نحن أعضاء مكتب نادي حسين المقرد لعب القوى أن نتقدم إليكم بأخلص التحيات والتقدير لنعرض عليكم أهم محطات التي قطعناها خلال الموسم الرياضي 2013-2014 بسلبياته وإيجابياته حسب اجتهاداتنا ومقدرتنا. اعتدنا أن نتحف مسامعكم بنفس العبارات، بل نريد إنجاز تقدير تقدر فيه مجهوداتنا وتكلل بالنجاح لنعظم من شأن الرياضة في تنافس شريف، منفذين البند الثاني من الفصل الثالث من القانون الأساسي للنادي الذي يحث على تشجيع والتنشيط والرفع من المستوى الرياضي وإذكاء الروح الرياضية في نفوس الممارسين، وانسجاما مع السياسة العامة للدولة وبخصوص التنمية البشرية التي ندب سيدنا منصور بالله قصد النهوض بهذا البلد الأمين في مجالات مختلفة وخاصة الرياضي التي تشيد من أجلها مراكز التكوين لألعاب القوى بأجهزة تؤهل العداء لآفاق مستقبلية وملاعب القوى السوسيو الرياضية. فمن الطبيعي أن نقف على جل المحاضر السابقة والمتداولة بيننا وأن نكون جادين في الإسهام بدفع عجلة التنمية ونقد الذات لمناصب تشغل لكن لا تحرس ساكنة، ونأسف لأولئك الذين لم يقدرون بعضهم البعض وخاصة في تبخيس الصورة دون بنية ويحبون أن ينسب إليهم العمل الجاد والمحفوظ بالنتائج، ولولا الإخفاق ما أتت النتائج. فإجماعنا هنا تبيان للمسؤولية دون الهروب من تحملها مشتركة. أيها الحضور الكريم، فطبقا للمذكرة الجامعة الملكية المغربية على القوى لانعقاد الجمعة العامة وما يتوافق مع القانون الأساسي للنادي والذي يرمي العمل الميداني لفائدة نشئتنا، لأننا ملزمون بالمسؤولية التي انتخبنا من أجلها دون ربطها بالسياسة، الشيء الذي أدى إلى نكستها على صعيد المدينة وعلى الصعيد الوطني للأندية المماثلة. فإذا تجرد المواطن من وطنيته ولا تشتد غيرته على بلده لخدمتها، كل من موقعه تجمد العطاء وانهار السقف على أهله واستنجبنا بالآخرين. أيها السيدات والسادة، ليس من السهل أن ننتج عداء أو عداءات، لكن بالبحث المستمر والتنافس الشريف والإرادة وتضافر الجهود نرقى إلى ما نصب إليه لنجعل من رياضتنا المثل المنشود والأمل لتمثيل النادي في الملتقيات الجهوية والوطنية والدولية. فجل مكاتب الأندية تقف كمثيل هذا اليوم على ثمرة مجهوداتها السنوية وتداولات محاضرها لتودع سنة ماضية وتستقبل أخرى. فمزيدا من العطاء والتنافس الشريف بين أبناء الوطن، فكلنا شركاء في المسؤولية. فحسب العصابة المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للعب القوى وتطبيقا للبرنامج